حيكون عم شاشة التلفزيون اللبناني، رح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا. أهلا وسهلا فيكي سولا. أهلا فيك سولا. كمان من تلميذ بئر حسن، ولكن هي مستوى شوي أوطى، بيبي بعد زغطورة شوي شوي بتعلى. كمان حبي تتعلم فن الطهي، وجاي تتعلم مع الشيف أنطوان كمان كم حلقة لهيك تزيد خبرتها ويصير عندها نشاط وحيوية. والشيف أنطوان من قلبه بيحب هذا الشيء يعمله ليعلم التلاميذ، لأنه هو أساساً الأستاذ ومخرج أجيال بهالمهنة. اليوم أنا وصولا رح نساوي كبسة الدجاج الخليجية. شو بدي من مكونات؟ بدي فخذ دجاج عدد 3 يكون مرتب مليح، بصل عدد 2، رز 300 جرام، لوز بدي 50 جرام، كاجو 100 جرام، بهار أسود حلو، ملعقة صغيرة بهارات الكبسة، ملعقة صغيرة ونص لومي، إذا كانت أكبر من هاي حبة، وإذا كانوا صغار حبتين. هو أصولاً بدي زعفران، بس ما عندنا زعفران، أنا بحكي لكم صراحة، على الهند مش عم نروح ولا على إيران، والزعفران الأصلي غالي، والأصفر ساعتها أحلى نستعمل الكركم، أنا صريح معكم. الكبسة بدها شو؟ سمنة، حاطين سمنة. هلا ما بده اصولا بالسمنة، برجع بقول ما بده سمنة، بيستعمل زبدة. بدي هون مطيبات، ورق غار حبتين 3 حبال، حبتين 3 بهار حب، حبتين 3 كبش قرنفل، وعود قرفة، وما ننسى برجوس الطيب يلي كمان هي كتير منيحة لإله. يعني ناخد اتصال قبل ما نبلش. شفتي وجهك حلو. الو ميراد. بونجور. الو بونجور مدام. الو يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك عيوني. شيف أنطوان. نعم. ألو. شيف أنطوان معي تلفزيون لبنان. نعم. لو سمحت. نعم. ألو. أموري عيوني. لو سمحت بدي طريقة تفريز الفول الأخضر. تكرم عيونك. يلا هلا ببلش موسم ومعك حق. تكرم عيونك. منجيب طنجرة، جيبي ملعقة خشب من هون، افتحي عندك جرو الفوقاني. ايه الفوقاني. جيبي ملعقة خشب، دايما عنية الغاز بتكون مسكرة، اتفقنا من عشية بنكون مسكرينها، وقبل ما نيجي نطبخ ثاني نهار بندورها. بدي احط شوية سمنة، بنحركهم. يلا مندور النار، بتحرك لنا اياهم صولا على الهواء. شوفوا مع السمن شو بدي احط. حب الهيل 3-4-5 حبوب كبش قرنفل، 5-6 حبوب بهار حب، ودين قرفي، ورقتين غار. هاودي بدي حركهم هون ليطلع زيتهم مع اللومي. يلا حطين اللومي انت اعملي معروف. نزلي يا برافو. هلا بدنا نجيب نفرم البصل ومناخد اتصال. الو بونجور شيف أنطوان. بونجوراني، اهلا وسهلا فيك عيوني. يعطيك الف عافيه. الله يعافيكي. شيف أنطوان انا عندي ولادي برا بفرزوا الاكل، بدي اسالك مثلا الرز مفرز بيسوى مثلا يرجعوا ينزلوا ويسخنوا؟ نعم. لانه بسمن بيقولوا. يا اختي عشو ماشيين على هالخبريات يلي دوخين العالم ليبجنوا هني وجوههم، وانه هني مشهورين على التيك توك. الرز اذا كان مجلد، شقفه الدجاج احلى اذا حطيتيها برات البراد نهارين 3، او اذا حطيتي شويه رز برات البراد 2-3، من الاحلى. ما نحن عم نفرزها، بس عم تفرزيها نزلت حرارة تحت الصفر أكثر من 10-12 تحت الصفر، ما في شيء بينزعها. هلا هن كل الطبخ بفرزوه بينزلوه بيسخنوه، في أي مشكلة؟ دجاج، خضرة، لحمة، رز، برغول، كله. كل شيء ما كان مجلد، اسمعيني شوي مدام. نعم. كل شيء ما كان مجلد قبل فينا نرجع نجلده، نعم. ما بيصير شيء. مطبوخ ومجلد. يا اختي انت قبل ما كنتش تعملي هيك؟ انا لا،
بالبيت كنت ما كنت جلد الاكل، انا اطبخ طازه شيف. نعم بطبخ وبتعميهم. اه بس ضل بكره بالبراد وبعدين خلص. لا في بينحفظ بالبراد ما بيأثر. بالثلاجه هلا الرز بالثلاجه احلى واحلى. الرز اكثر شيء بيهدي يومين بالبراد من شان بتبلش فيه اي ميكروبات، وبالاخص قلت انا اذا كان في رطوبه قويه بالبراد بعد يومين. سؤال قد ايه بدايما بالثلاجه قد ايه لازم ضمن قد ايه لازم يستعملوا الاكل؟ كل واحد له شيء، قولي لي وانا بقول لك. الرز مثلا رز في نوعين، اذا رز طبختيه بالماي بيهدي 4 أشهر 5 أشهر. اذا طبختيه بمرقه الدجاج او مرقه اللحمه بيهدي شهرين. اوكي واللحمه والدجاج؟ نعم لحم ودجاج. لحم ودجاج اذا كان الدجاج ني بيهدي عندك 4 أشهر، اذا كان اللحم ني بيهدي سنه. مطبوخ مطبوخ او ني ما بيأثر. نعم والخضرة؟ الكزبرة؟ الخضرة 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 أول شيء الخضرة بدها تتعقم أكترها لنسويها، وكلها سوا عم بشكل عام بتهدي بين 6 أشهر و8 أشهر. ميرسي كثير يا شيف أنطوان، تكرمي. أرس بتساعدنا بكثير أشياء، يعطيك ألف عافية. تسلمي عيوني، تريح لنا راسنا. إيه إيه يرتاح راسك لا يهمك. ولادنا برا عم بيعملوا اكل وحدهم حرام، وهيك بدهم ياكلوا يعني. ايه ايه بياكلوا هيك ولا يهمهم، ما بيصير شيء. احلى ما ياكلوا من برا ويتضروا. ماشي كثير شيف على السوشيال ميديا، كل واحد مش عم بيبين، صاروا يقولوا له فوت على التيك توك اعمل اي شيء بيطلع لك مصاري، صار واحد اذا بده يفوت يتحمم يفرجيهم ظهره. مش مزبوط؟ مزبوط مزبوط شيف. مزبوط عم تحكي. ميرسي كثير شيف، يعطيك الف عافيه. تكرمي. ونحن كثير عم نتعلم اشياء منك بالطبخ كثير. خاطر عيونك. ميرسي. نحط بصله كبيره بالاول هون او 2 وسط، نحن عم نستعمل 2 وسط. هلا البصل بقول لكم اوعى تتمونوا بصل او توم، هلا مش ترموني، هلا تاخذوه غالي وبينتزع دغري عندكم. هلا عم ببلش يهتري البصل لانه صار كانه بده ينزرع. نقوي النار، طفي طيبتها. هلا بدي افرم البصل الثاني، بس مش هلا رح استعملها، رح استعملها بعد شوي للوجه. وبناخذ اتصال جديد. الو الو بونجور. بونجور بونجورين، يا اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك ومساك. تسلمي تسلمي. يعاد عليك رمضان كريم. علينا وعليكم حبيب القلب. تسلمي. معك يوغا من الهرمل. مين معي؟ يوغا من الهرمل. اوه اهلا وسهلا فيك ست يولا من الهرمل. يوغا يوغا يوغا، اسمك غريب شوي، مين سميك اياه؟ امك او بيك او جدي؟ الماما. الماما حلو هالاسم قليل. ميرسي انت احلى. تسلمي عيوني. بدي منك، مع انه لو بكير، بس بدي منك اتعلم كيف بيعملوا المعمول بالبيت، معمول العيد. يلا تكرم عيونك. يلا يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. يا باي باي. باي عيوني. يلا 500 جرام سميد، يعطيك عجينه تمشي لثلاثه اذا بديك. 500 جرام سميد، 500 جرام طحين فرخه، بتضيفي عليهم 400 جرام زبده او سمنه او 2 سوا مع بعضهم بيكون احلى، 3 ملاعق سكر للعجينه، نص ملعقة صغيرة من الخميرة، 3 ملاعق مظهر،
نص كوب او ثلاث ارباع الكوب من الموارد لتنعجن مزبوط. شو هالسولة هاي منيحة؟ انت عم تعرفيها الكبسة قبل؟ ماما طبختكم اياها بالبيت؟ كبسة ايه بس مش كبسة خليجية. اه كبسة عادي لبنانية. ايه. ايه. انا سائب عندي طيارة خاصة رحت فيها على الخليج مشان هيك سميتها خليجية دغري عم بمزح معك واعي صدق ولا وناخذ اتصال. الو الو بونجور بونجور شيف انطوان بونجوريني اهلا وسهلا فيكي كيفك؟ كتر خير الله انت كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. شو بتساعدك مدام؟ ايه معك ماري ماري نعم ماري ايه اهلا ست ماري كيفك؟ كيف قلتلك مغير صوتك شوية مرمورة ليه؟ هلا عكيزي يمكن هلا هو حلو كمان بس كان أحلى. هلا ماشي الحال كيفي تمام؟ ايه تمام كتخر هلا ان شاء الله يا رب دايما. أول شيء بدي أقول لك كتير كتير حلو برنامجك على الجديد. تسلمي كلك زوء. ودايما بنشتاق لك نحنا. بعرف تسلمي. أنا بشكر محبتكم وبشكر كل شخص يلي بيتصل وبيقدر الجهود يلي عم نعملها والافكار المطبخيه يلي بنعطيها. اكيد اكيد انت اهم شيف بلبنان ويمكن بالوطن العربي كله. تسلمي كلك ذوق. انا بشكر محبتك واتصالك الحلو يا مرمونه. اوكي 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 عيوني. بس شي نهار حابين نعمل راس نيفا. نعم راس نيفا شي نهار هيك رفع وحدي راسي كله فكرة بدك ياه راس النيفة تبع العجل او تبع الخروف الصغير؟ مثل ما خروف الخروف. اوكي اذا رجعك بنبلش بعينيه. يلا تكره بخاطرك بنبلش. اوكي يلا بلكي كمان النهار بنرجع نعمل حاجه. اين الله راك تكرم عيونك. هون بنقلبهم هيك يلا بالملقط بالملقط بيقلبوا معك هون. ايه حطي هيدي وبالملقط احسن. رح اغلي لها مي على النار انا. لتساعد بعملية الاستواء. براو. هل ما المغلية لإلهم؟ هلا بدنا اياهم ليحملوا. عم يبلشوا يحملوا. برافو. وينو عم يحملوا؟ بكون عم يمشوا كمان. وبناخذ اتصال. الو. الو. بونجور. الو. مرحبا. اهلا شيف انطوان. كيفك؟ الو. صوت غميق شيف انطوان كثير. يا علي صوتي يلا منيح هيك؟ ايه يعني شوي. يلا تكرمي. والله لو سمحت بدي اسالك. فتحت خزانة المطبخ لقيت عندي مرطين رب بندورة. نعم. خلصة مانا خلصة مدته بده شهرين ليخلص مدته. صرخوا؟ 4 كيلو. شو بقدر تسوي فيه؟ شو بدك تسوي فيه؟ يعني بدي يهدي أكثر بعد معك كثير؟ يعني فيني حطه بالفريزر قصمه وحطه بالفريزر كل ما هيك طلعه؟ بركي مليان كثير هو؟ نعم. هو مليان كثير على الوجه؟ 4 كيلو. فهمت عليكي. مليان. الصلصة بقلب المرتبين الإزاز. واصلي على الآخر؟ ايه. لا ترابيزة بلاستيك. بلاستيك ايه؟ ايه بلاستيك محطوط. مش معمم. أنت اشتريتيهم خالصين أو أنت سويتيهم؟ لا لا شريته خالص. اه اشتريتيه خالص. ايه نعم. طيب شيلي منه شو 3-4 ملاعق؟ ايه نعم. ليصير إذا جلد بالفريزر ما يكسر المرتبين. ايه وحطيهم بالفريزر. اه بس هون في شغلة روقي شوي. هو المرتبين تبع الكيلو مش هيك؟ أنت بالشهر تقريبا يا لقلبي يعني بياخد شي نص كيلو رب البندورة بالشهر.
عيوني اذا حطيناهم بالفريزر بيهدوا يرجعوا 8-9 اشهر مع 3 اشهر يلي هن موجودين يعني صرتي بالسنه بس عندي حل لك انا اي نعم اساسا بالشهر قديش تصفي صلصه بندوره كيلو او 3 ارباع الكيلو بصرف تصفي 3 ارباع الكيلو تقريبا ولا شو بدك تفرزي خليه بس شهرين بس شهرين خليه مثل ما هو استعملي خلص ما بيأثر اذا ما حطيته بالفريزر ما بيأثر يا عيوني شكرا ما بعد عم تقولي له شهرين ثلاثه لا لسه شهرين بتنتهي مدته شهرين شو؟ تنتهي المده تبعته الصراحه ايه ما انت عم تصفي بالشهر نص واحد الشهر هاي بيكون خلص كنتي كمان ثلاث ارباع اربع كيلو اربع كيلو ايه انا سمعت كيلو قلتي لي اربع كيلو اوكي بتجيبي اربع مرطبين ايه نعم بتقسميه على الاربعه ايه نعم كل واحد من فوق ما تعلي خليه ناقص 3 سنتي ايه نعم 3 منهم بالفريزر ايه وواحد بالبرار ايه نعم كل ما يخلص واحد بتنزلي واحد على البرار تحياتي لإلك شكرا ايه شيف انطوان اسا في سؤال صغير لو سمحت يلا بخاطري عيني كنت جيب عنب وجيب تفاح اللي ضل عني خل عنب وخل تفاح هناني بس بلاستيك عأساس عملوا خل هلا إلي شي أربعة أشهر خلطتهم مع بعض اللي بزيد عني بالبيت عم بكسوا يعني عملوا خل قديش بده قديش صار لهم أربعة أشهر أربعة أشهر؟ إيه نعم خل التفاح بده تسعة أشهر خل التفاح مع العنب خلطته مع بعض لو كان بدك تعمل حسابك بالسبعة ثمانية ما بدهم أربعة أشهر بطاطا لها يعني لسا بدهم شي ثلاث إيه بدهم بعد وكل شوي حركي يعني كل شو 20 يوم عم بخضر بخضر القنينة وعم تركها براسي بسيط بس بعد مش عم بفهم عليكي حاططيهم بالقنينة بالقنينة ما بينزل معهم جماش عصير طحن العنب بيكون بيسموه جماش يلي هو من قشر العنب وبذر العنب وعلموش العنب هو مع بعضه بيسموه جماش اصطلاح مهني هودي انت مش موجودين عندك بالقنينة كيف بدي خلله لازم حركه عيوني انت عصره تفاح وعصره عنب وحطيتيهم بقلانه ايه نعم اشربيهم ما بيزبطوا خل اشربيهم هيك او استعمليهم مع سلطة بس بدك تحطي خل عيني ما بيزبطوا لغير مرة بدك تخلي معهم كل شيء عنب موجود كله مثل ما هو بتقصريه هيك بايدك وتحطيه بالوعي بس شكرا لك تكرمي ومناخد اتصال جديد الو كيفك شيف انطوان منيح كتر خير الله يا اهلا وسهلا فيك يعني بتخلص من محطه لمحطه من محطه لمحطه اثنيتهم على قلبي غاليين ما نحن ما بنركض وراك الا من هالمحطه لهالمحطه تسلمي لو ما بتعزيلي الشيف انطوان والشيف انطوان بيعزكم وبيحبكم وبيعطيكم افكار حلوه نحن لو ما بنعزك يا شيف انطوان ما بنركض وراك مزبوط تسلمي ما نحن بنعزك بعرف من هيك ومن قدرك ومنحبك لان انت الوحيد اللي عم فيك يعني نستفيد منك تكرم عيونكم اوكي شيف انطوان اذا بتريد على بكره كانت مدام طلبت منك عجينه للمنقيش نعم بس انا ما قدرت لحقتك لان كنت برات البيت وجاي ركض لحتى احضرك سمعت بالاخر قلت لها رح تطلع عندك احسن عجينه منقيش في ازعاج اخذ الرسائل لك تكرم عينك ليش زعلانه تكرم عيوني انا زعلانه انا بشوفك يلا ايدي كيلو طحين طحين كيلو نعم ثلاث ارباع الكوب زيت نباتي نعم ملعقتين صغار ونص خميري ملعقتين صغار ونص خميري نعم ملعقتين او ملعقة ونص كبار سكر اوكي نعم اول شيء شو بدك تعملي بدنا نعمل بدنا نخلط بدنا نخلط في ملح الملح بعد ما حطيناه اوكي بوعي بتحطي الخميري نعم السكر نعم اربع ملاعق طحين من الطحينات اربع من الكيلو من الكيلو برافو عليكي اوكي بتضيفي فوق منهم ايه نص كباية مي فاترة
هيدي تختمر الخميرة؟ نعم تختمر الخميرة؟ أكيد. بس برجع بقلي ماي فترة. أوكي بس ليش هالمرة هاي بدنا نحط طحين؟ ليش ما نحط طحين؟ مع الخميرة بالأول كنا نعملها من دون طحين. لا مع الطحين تتفاعل أكتر. لا لكن بحط الخميرة والسكر مع ثلاث مع الأونس طحين؟ لا ما اتفقنا. أربع ملاعق طحين. أربع ملاعق طحين كبار. ملعقة ونص سكر. أوكي سكر. ملعقتين ونص خميرة. ملعقتين ونص خميرة. نص نعم. كباية مي. نعم فترة. ومي فترة مش سخنة عم تغلي. لا ما بيصير تفسد الخميرة. برافو عليكي. نعم. بتغطيها. نعم. وبتخليها أقل شيء نص ساعة وأكثر شيء ساعة. بالكباية يعني او بالوعي بالوعي وعي مثل هالوعي يعني يعني بول مزبوط. اوكي يعني يا اما نص ساعة وبالكتير ساعة تختمر. مزبوط. هلأ للطحين بتحطي ملعقة ونص ملح صغار. نعم ترجعي حطي ملح معروف بخلط منيح. ترجعي تخلطيهم مع الزيت. نعم تخلطيهم مع الزيت. نعم غطي بفركن منيح وبتفركي انتبهي شوي. نعم وبنفرك منيح الطحين والزيت هيك حتى يشرب. برافو. اوكي ترجعي بتضيفي اللي هن نص كباية مي مع أربعة طحين ملعقة ونص كبار سكر. نعم. ملعقتين ونص صغار اختمروا. نعم. منضيفهم عليهم. نعم نخلطهم. نعم منضيف لهم مي فاترة منعجنها لتصير عجينة جاهزة. نعم لتركها ترتاح. بتريحيها ساعة. نعم. وفيك تشتغلي فيها. طيب اوكي بس سؤال في مجال نخلط الطحين الابيض مع طحين طحين اسمر؟ فيكي. فينا بس انتبهي شوي. نعم. الو ايه سامعتك. اذا كان اكثر من النص. نعم بتصير تخربت شوي العجينه معنا. لا يعني بنحسب بنحط نص بنص. نص بنص لا يمشي الحال. نص ابيض نص اسمر. مزبوط. لان انا سمعت من حدا انه لما بنحط الاسمر بتطلع طريه اكثر. انتبهي هون الاسمر في نوعين. في اسمر مزبوط هو اسمر. نعم وفي بقلبه خيلة القمح. نعم وفي اسمر ضاحكين علينا. نعم ملونينه للطحين بالاسمر. نعم. وبيبيعونا اياه كانه اسمر. طيب كيف بدنا نعرف فيه هيدا؟ ما فينا نعرف لا انا ولا انت. هيدا مثل زيت الزيتون. ايه مثل اي شيء تاني مثل العسل. نعم يلي بغش بيه. ايه بغش حاله. هاو معروفين. بغش حاله كمان. مزبوط هودي بدي يكون من بتشتريه من محل في ثقة. طيب اوكي تكرم عيوني يعني ناخذ اتصال جديد. الو الو بونجور بونجور كيفك يا شيف انطوان؟ منيح كتر خير الله. مين معي؟ معك فهد. بس تعلي صوتك ما عم بسمعك. حبيب القلب حبيب القلب. شال مسلسل شال شال على الجدير كتير شي حلو. ايه عاملين شيء مغير شوي وحلو مع فنانين نسليكم شوي يعني بهالشعر يعني الفضيل ونطبخ. انت احلى شاف شاف حبيبي هاي من معزتك بشكر محبتك انا. اول شيء بدي عايد الجميع رمضان كريم. تسلم. وبدي بس اذا بتقدر عزمك تعملنا تعلمنا كيف نعمل السمبوسك باللحمه. سمبوسك باللحمه. ايه تكرم عيونك حبيبي. وبالجبنه اذا بتريد لنعيدها هلا. وبالجبنه تكرم. شكرا. بخاطر عيونك بخاطر عيونك. هلا هون غلوا شوي تقريبا ربع ساعه مع بعضهم. هلا هالنكهه حلوه. بدي اعزمك برشي هيك من هون على هيدي شويه برجوز طيب عليهم مش هون هون. عم تتعلم مزبوط ما منلومها لسولا اول سنه بعدها. برافو برشي برشي ايه ما تخافي تعطيها نكهه طيبه. برافو. هلا حطيناهم حطي الكركم بظهرهم وخفقيهم بالملعقه الخشبيه. جيبي الملعقه الخشب نزلي الكركم وحركيهم. نزليهم كلهم كتيهم ما تخافي كتيهم يلا حركيهم
حاطين الملعقة شوي كلهم بننزلهم لأنه عيارنا على المزبوط. يلا حركيهم شوي. نرجع منغطيهم قبل منحط معهم بهارات الكبسي. يلا حطيهم. منحط معهم بهار أسود حلو ومنحركهم وبتغطي لنا اياهم. صولا حط الملعقه هونيك. اوكي هلا بنرجع بنخليهم حوالي الخمس دقايق بعد ليكمل من نضج الدجاج ثلاث ارباع يصير، بعدين بنحط الرز ونطبخهم ونشوف شو بنعمل بعدين بالبصل والكاجو واللوز اللي بعد عندنا فيه سمنه لإله. المعمول هلا كلنا على المعمول واجتمعوا العيدين مع بعضهم اسلام ومسيحيه، وكل الناس يلي عم تشوف برنامج الشيف انطوان بدها تتعلم المعمول. المعمول على اصوله فينا نساوي عجينه تمشي للفستق الحلبي، تمشي للجوز، وبتمشي للتمر، وهي العجينه على الشكل التالي: نص كيلو طحين فرخة، نص كيلو سميد، 400 جرام سمنة حيوانية أو زبدة حيوانية أو نص بنص، 200 زبدة و200 سمنة، وهي أنا بفضلها أطيب تطلع. نص ملعقة صغيرة خميرة، 3 ملاعق من الشوربة سكر، بينخلطوا منيح مع بعضهم مع نص ملعقة صغيرة خميرة. انتو بتنقعوا المعمول من عشية لعبكرة، مش ضروري ابدا ابدا مش ضروري. على مسؤولية الشيف انطوان ساعة، ساعة واحدة بلشتوا فيها، الساعة 10 11 فينا نشتغل فيها. يا حاخد اتصال برجع بكملكم. الو الو بونجور. ايه بونجور. بونجورين، يا اهلا وسهلا. ينعاد عليك. وعليك بالصحة والعافية عيوني. مين معي؟ ايه مروة من طرابلس. مروة اهلا وسهلا فيكي. كيف حلاوة الجبن عندكم؟ بتجنن بتجنن حلاوة الجبن عندكم بهالشهر الفضيل. ايه بدي اسأل بس كرمال أكلي. نعم. من فترة بعمل كيك بيطلع من جوا مثل ناي، يعني بيقلي زوجي ليش هيك ناي منو مزبوط خالص. هلا انا المقادير بحطها صح بس ما بعرف، معقول الفرن عندي الحراره لازم تكون اعلى؟ بس عن شو عن شو عم تحكي؟ معظم الكيك لازم يكونوا حراره 180، انا هيك بعرف. هاد دايما تحطي انا امبارح عملت صفوف للفطار انه بعد الافطار طلعوا من جوا نيين مش كيك. اوكي اول شيء تعطيني الكميه اللي عم تعمليها والفرن قديش عم تحطيه اي حرارة؟ عم تحط على 180. مزبوط نعم. ايه هلا الوقت تقريبا نص ساعة ل 40 دقيقة. نص ساعة ما بيكفي، بده 45 دقيقة ركض. نعم. اه نص ساعة ما بتكفي. نص ساعة بيكون إذا واحد رايح من هون على الشمال بيكون وصل بجبيل، بعد بده شوي ليصير على طرابلس لعندي. هلا خبريني عن المكونات اللي عم تستعمليها، بركي في شو مشكلة فيك تقولي لي؟ ايه هلا انا حطيت تقريبا كوبايتين طحين وبيكنج باودر معلقة كبيرة. خلص 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 هي وقفنا هون. وقت بتحطي كوبايتين طحين ملعقة كبيرة بيكون باودر بده يطلع ويرجع ينزل وبيعجن معك وبيحمر من فوق. ما بيزبط، بدك للكبايتين طحين بدك ملعقة صغيرة بيكون باودر. ملعقة صغيرة مش كبيرة. نعم. شو بعد استعملتي؟ واستعملت السكر كبايتين. سكر كتار كبايتين كباية. دقيقة دقيقة مدام مدام. وحطيت كمان كركم. شو بعد؟ كركم. هل معقول نحط لكبايتين طحين كبايتين سكر؟ كثير حلو. الو
بيقصيش؟ ايه مش معقول نحط كبايتين طحين؟ ايه كبايتين سكر، بنحط كباية وربع سكر. زيت نباتي قدي حطيتي؟ زيت نباتي قدي حطيتي؟ كمان ايه حطيت زيت كباية القلي عادي يعني. هلا ليكي مدام اقل شيء عجن معك اقل منيح منيح طلق شوي من فوق، هاي كلها رسات كباية. اوكي أنا نعمل رسات جديدة للصفوف. اوكي ايه ايه يلا اوكي يلا ايدي يلا. ثلاث كبايات طحين عادي. اوكي كبايتين طحين فرخة، يعني صار عندي خمس كبايات. اوكي حط لهم ثلاث ارباع الكباية زيت. اوكي كباية ونص سكر. ايه اوكي بيكون باودر ملعقتين صغار. اوكي هلا بدك تعجني بالحليب او بنحط لك حليب بودره؟ لا انا عندي الحليب العادي، لا انا عندي اوكي يعني بحط بتحطي ملعقه صغيره ونص كركم، هيدي صفرة تكون اصليه، بتفركيهم مع بعضهم وبتعجنيها بالحليب ليصير عندك عجينه شوي رخوي شوي رخوي. انت كنت كثير عم تطلع رخوي معي. اوكي يلا تكرم عيونك وعلى وسهلا فيك يا عيوني. ماشي تكرمي الله يعافيك. هون شو بنعمل؟ هل كان في دجاج نحن اخذناه، اعطيني الملقط، منشيل ورقة الغار نين. هلا اللومي في اتركه وفي شيله، نطلع مع شي من البهار الحب وركبش القنفل على الوجه بشيله. هاي اللوم الثاني، لك الكبش القرنفل شو حلو لك هيك، وبرجع عود قرفي ومناخد اتصال. الو ايه يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا فيك عيوني. كيفك شيف انطوان؟ منيح كتر خير الله. كيفك شو اخبارك؟ منيح كتر خير الله، انت كيفك؟ يعني الله يرحم اللي عرفنا عليك واللي عم نسمع صوتك. تسلمي تسلمي. معك اسماء العريضي. اوه اهلا وسهلا فيك ست اسماء، بنته لابو غالي. الله يرحمه نفسه بالسما، فعلا نفسه بالسما يعني ونحن بنشكره على كل شيء لابو غالب. نحن قدرنا وفي معك كمان. تسلمي، مش عم دايما نحكي معك. وفي وكريم النفس كان يعني، والله يخلي ولاده واحفاده، عنده عائله كبيره كلهم يندفع الراس فيكم. ايه بعرف انكم انتم بينرفع بينرفع كلكم بينرفع الراس فيكم. تسلم تسلم الله يخليك. هذا الواقع لا انا عشرته لابو غالب والراس واحفاده من اولاده شفتهم واحفاده بينرفع الراس فيكم. ونحن مين ما حكي عنك؟ تسلمي، منخبره انه نحن شهادتنا مجروحه فيك. تسلمي تسلمي، كمان عنده كمان بنت مثل اختك يعني اسمها وداد كمان بنعرفها. وداد؟ نعم. ايه يعطيك العافية وانبسطت بصوتك. تسلمي طول عمرك ونفسه. والوالد اهتاني كتابه لإلي، كتابك انت. اخدتيه صار عندك. هو اعطاني اياه الله يرحمه. بركة. ايه. كون نفسه بالسما ان شاء الله، والله يطول بعمركم. الله يحفظك. وتعيشوا عيشة هنية واحفاده، وعلى طول تترحموا علي. وانت كمان. تسلمي. الله يسلمك. ميرسي على اتصالك الحلو. بشكرك. بشكرك. هلا الرز بنصفيه، بنجيبه جيبي ملعقة الخشب يلا منضيفهم، نزلي من هون بننزلهم يلا نحركهم مع بعضهم، بس ننزل الرز من اول نرجع النار. نحن خففنا النار، لا خففناها لانه عم يستوي الدجاج على نار خفيفه.
يلا حطي هالملعقة مع حلها، هلا بس يغلوا نرجع بنحولهم على نار خفيفة. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب مقلاية ونساوي فيها وحدة للبصل ووحدة للقلوبات. خلص معلش اتركي من تحت. هلا البصل بحط شوي صغير زيت، جيبي ملعقة جديدة غير هاي من الجرور. يلا بنحطها على النار وبناخذ اتصال. حطي هالبصل وحركي لي. نقطع الاتصال يعني توقف مع محطة إعلانية ونتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. من بعد محطتنا الإعلانية بنتابع حلقتنا أنا وصالة. شو يا صالة كيف هالبصلة؟ بتجنن منيحة هي طالعة معي. بناخذ اتصال. ألو ألو مرحبا كيف أنطوان؟ بونسوارين كيفك؟ ماشي الحال انت كيفي؟ الحمد لله ان شاء الله بتنعاد عليك. وعليكي رمضان كريم علينا وعليكم. بدي اسألك تعمل معروف عن الفتة. عن الفتة؟ فتة شو بدك؟ دجاج؟ الفتة اللبن مع حمص. مع الحمص؟ ايه. يلا تكرم عيوني ان شاء الله بتنعاد عليك وعليك كثير بتتابعك. تسلمي كلك ذوق وصوم مبارك عيوني. ايه وعلينا وعليك يا تسلمي رب. تسلمي تسلمي خليك بصحتك. يلا باي. شكرا شكرا على اتصالك الحلو. الفتي اول شيء بنحمص خبز. انا اجيب حمص ننقعه 10 ساعات بعدين بصفيه بحط له نص ملعقه صغيره كربونات بخلطه معه وبعير الوقت ربع ساعه. بعد ربع ساعة بغسله من مية الكربونات لأنه ما بدي أسلقه بمية الكربونات أنا، وبرجع بحطه على جنب هون بنطفي بس ضلك حركة لأنه المقلية حامة. نرجع بجيب لبن بقطعه شوي إذا كان رخو بنطفي في كيس لبني، وإذا منه رخو عادي. بجيب 4 لـ 3/4 كيلو لبن بدهم 5 حصوص ثوم دقهم منيح. بحط 4 حصوص ثوم مع اللبن وحص ثوم بتركه لواحد. من بعد ما اسلق الحمص من مية الحمص بشيل شوي بحط معه حصة ثوم وبغليهم على النار 10 دقايق ليعطي زوم الثوم مطوم. بعدين كريقة السكب بجيب خبز محمص بحطه من الكعب، بجيب الحمص المسلوق بحطه فوقهم، بجيب اللبن لا عفوا قبل خبز بالكعب، بجيب مية الثوم مية الثوم من الحمص يعني مية الحمص حطينا على ثوم نزلي لي اياهم هون من المعلقة كلهم نمط في النار بينزلوا كلهم بننزلهم. اصبح مية الحمص حطينا على حص ثوم واحد المدقوق غلينا 10 دقايق على النار بيجي بطوم فيه الخبزات. برجع بحط الحمص على الخبزات، برجع بحط ثوم اللبن المتوم فوق منهم، برش على وجهن بابريكا نعناع يابس، بقلي شوية لوز أو صنوبر أو كاجو وبحطهم عليهم وبيطلع عنا أطيب فتة حمص. وبناخذ اتصال جديد. ألو ألو بونجور. بونجور رمضان كريم. شيف أنطوان معك تلفزيون لبنان. ينعاد عليك أكيد نحن ما في. وعليكي وعليكي ينعاد عليك رمضان كريم. ينعاد عليكم بالصحة والعافية طول عمرك وتعملوا على طول أكل طيب إفطار شهي حلوين البيض الله يحميك. تسلمي. بس بدي أسألك سؤال بليز. هلا ترمش مندر فينا نسلق ونفرزهم ولا لا؟ بلا فينا فينا نسلقه يبرد. اوكي بتقشري؟ الو بتقشري؟ ايه هلا عم قشرهم. اوكي بتجيبي بتجيبي صينيه. انتبهي شو عم قلي. ايه نعم. بتجيبي صينيه حطي عليها ورقه نايلون. اوكي وصفي الشمندر عليها روس مش مقطعه. اوكي ترجعي
اذا اكثر بعد حطي نايلون رجعي حطي طبقه ثانيه حطيهم بالفريزر لوحدهم 4-5 ساعات اوكي ماشي شيلي يوم حطي كل اكلي بكيس ورجعي فرزيهم اوكي ميرسي ميرسي لك تكرم عيونك هاي رمضان كريم وخليلنا اياك تكرمي عملنا اكل طيب تسلمي تسلمي بعلبك نحن من حي شكرا الكل بيحضرك شكرا تسلمي ميرسي لك ميرسي بخاطر عيونك بخاطر عيونك يا رب كمان بناخذ اتصال الو الو شيف انطوان بونجور بونجور بونجوريني اهلا وسهلا فيكي تنعاد عليك يا رب علينا وعليكم بالصحة والعافية وراحة البال ويخلص الحرب عنا وبغزة لو سمحت طلبت منك تفريز الفول الأخضر مزبوط لك فادي حبيب قلبي ما يد لي اياها هون لك وين تكرم عيونك هلا أول اسم حاطط تفريز الفول الأخضر يلا بدي اسمعك على التلفزيون لو سمحت يلا بخاطرك فأين الفول؟ فأين؟ فينا نشيل الاشي من برا عليها او لا بس الافضل نشيلها لانه في بعض الاحيان تبوا شوي اذا كانت الاشي قست مع الحبه بتصير لو انا عملتها هون بتبطل تستوي مع الحبه الجوانيه الافضل نشيلها يلي هي بنشيل الحبه في عليها اشي من جوا وعليها شكل مثل القمر الصغير بنشيلها نرجع بنحط مي مغليه على النار ملعقه صغيره خل ملعقة صغيرة ملح بتسقطي بس تغلي المي بتسقطي الفول وبتغليه دقيقتين أو ثلاثة بتشيليه فورا على المي المسقعة بس تشيليه على المي المسقعة بتخليه يبرد حطيه بمصفاية بعدين فلشيه على شراشف من بعد ما يبرد مزبوط ويتنشف ميته مزبوط بتعبي كل أكل بكيس بتعمليهم بهالشكل مش بشكل كرة بتحطيهم فوق بعضهم بالفريزر ومنقلك ألف صحتين تكرم عيونك عنا راس النيفة وعنا نمبارح بعد البايلا والفلافل وعنا اليوم كمان سمبوسك لحمة والجبنة نشكر خينا فادي وخينا جورج على تسجيلهم لقلنا الملاحظات أو الاتصالات اللي بتجي ليش مكتفة؟ ليش زعلانة؟ زعلانة هلا بعرف صايبي وجعانة ونحن عم نجبر نعمل بالاكل وهيدا قصاص لإلنا عم نشم الريحة ممنوع ناكل قصاص يلا راس النيفة أول شيء جيبي خشبة تشتروا راس النيفة مسلوق خالص تقريبا هالخشبة بنجيبها بنحط عليها ورقة نايلون ورقة ألمنيوم ومندقه على طرف او عبلاطه مش نكسر الخامه عنا على طرفها مندقه عم خيشيبه من هون عم نخيره ليه؟ لانه يمكن يكون مزكم هالخروف او المعزيه وفي ماده مخاطيه موجوده هون بس على الحراره تفوت على الفرن او بالسلق تعطي ريحه زنخه هاي مثل عمليه الفوارخ ناخذ اتصال ونرجع الو الو بونسوار سيف انطوان بونجورين اهلا وسهلا فيك يا نعاد عليك يا رب الصحة تسلمي وعليك كمان سيف انطوان اذا بتريد انا جبت نص كيلو فستق نعم ونقعته شوي مي وقشرته لانه بدي شيل القشرة الجوانية الناشفة بدي اياه يكون اخضر نعم بس حسيتهم بعدهم طرايا يعني ما بيضينوني لجمعة الجاي لاعمل فيهم المعمول بيعفنوا قولك ولا في طريقة نسخنهم بدك تفرشيهم على صينية ممنوع يكون طبقة دقة طبقتين بدها تكون طبقة وحدة نعم بدك تفرشيهم على صينية مثل هاي نعم ما يكونوا دقين ببعضهم اوكي وتنشريهم اقل شيء بمحل على ظهر صينية نعم على ظهر طاولة بمجرى هواء نعم شو 4-5 ايام بصير يضاينوا ما بيعفنوا يعني مثل ما عم قل لك لا بس اذا دقوا ببعضهم بيعفنوا تركتيهم فوق بعضهم بيعفنوا بس مثل ما عم قل لك لا ما بيعفنوا مدام راحت مدام باي طيب اوكي يعطيك الف عافيه الله عم بحكي معك ليش مش عم تجاوبيني ولو معقوله طيب اوكي يعطيك يعني. العافيه تكرمي ميرسي باي واذا في عندك مروحه بالبيت هلا مش عم نستعملها في الشوب بعد ديري عليهم لا عم جاوبك عم جاوبك ايه ديري المروح عليهم شو ساعتين كأنك حطيتيهم نهارين بيمشي حلو ايه ناخذ اتصال جديد الو
الو مرام شيف. بونجور، اهلا وسهلا فيك. شيف بدي اسالك اذا عندي زيت زيتون مر مش حب مر بيسوى ينطبخ فيه؟ بدك تحليه بالماي. مش زيتون، زيت زيتون. زيت زيتون مر ما فيك تعمل فيه شيء. ما في اعمل فيه شيء. طب ليش مر؟ ما نعرف. ما بعرف، جيبوا لي قنينة صغيرة هيك طعمته. هلا اذا معصور جديد دائما كل شيء معصور وخلال اول شهر منه بالزيتون بيعطي طعمة مرورة. بس اذا معصور هو هلا مش موسم الزيتون، بس في ناس بتكون يمكن عندها زيتون مع سرطان، عصرتهم هلا حبوا يضيفوك قنينة معقولة. بس اذا من الاساس هن صار لهم اكثر من شهرين ثلاثة وبعدهم مرين ما فينا نعمل شيء. اوكي شيف. تكرم حبيبي. فيك تعطيني رز على الدجاج على الطريقة الإيرانية بس. شو هي؟ رز على الدجاج على الطريقة الإيرانية بس. الإيرانية؟ على الطريقة الإيرانية؟ الإيرانية. إيه تكرم. تكرم عيونك. هلا بدنا نشيب، اعطيني ملعقة صغيرة. هون صار عم يخلص عنا الرز مع الدجاج الكبسة. يو شو حلو، شو شكلهم حلو. بنحط بالمقلاية شوية سمنة، فينا نحطها كلها وفينا نحط قليل، كل واحد حسب ما هو بيحب. هلا اللي بيحب الدسم بحطها، أنا مثلا ما بحب الدسم. أنت شو؟ أكيد لا، لا شو ضعيفة، حرام أنت. نحط نتفة صغيرة، نحطهم على النار. بس الكبسي هيك بدها، هون الرز لا كيف تعال شوفي. شفتي قصاص لأني ما نفطر. هلا هذا بنسكب فيه وبناخذ اتصال جديد. الو 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 شيف انطوان. مرحبا شيف انطوان. بونجور، كيف صحتك؟ منيح كتر خير الله، انت كيفك؟ الحمد لله. شيف انطوان عندي سؤال فني. يلا. شو اللي هو الصحي اكثر، الدفي اللوح الخشب او البلاستيك؟ لوح الخشب. خضره مش لحمه. لوح الخشب. لوح الخشب. لوح الخشب. خشب ها؟ نعم. طيب يسلموا حبيبي. تكرم حبيبي تكرم. بلشوا يذوبوا. يلا حطي اللوزات. اللوز بده وقت أكثر من الكاجو، مشان هيك بنحط اللوز بالأول. يلا. هاي الملعقة ما عجبنا إياها. قال شوي. هاي مليحة. يلا حركي اللوزات فيهم. راح اشوف المقادير عبر شاشة تلفزيون لبنان. Thank you.
بعد ما شفنا المقادير متابع حلقتنا أنا وصولا بيلا بيلا على أنا أشرحها على أصولها وأنتوا شو بتخففوا منا خففوا بس إجمالاً البيلا هي سمك مع فلويدو مار وفيها دجاج وفيها كاستاليتا غنى صدور الدجاج بس إنه بقى تكون غني بالفلويدو مار يعني بفاكهة البحر بدي لونغوست أو لونغوستين كاراكانت بدي حبة كبيرة رايديس بدنا نص كيلو مول بقشره مع الحبة بدي كيلو نص صدر الدجاج 400 جرام كاستاليتا هالكمية 6-7 أشخاص كاستاليتا غنم 400-500 جرام كلها مقطعين شرحات 6 شرحات بدك تكون إذا عندي 6 أشخاص 6 شرحات دجاج عندي كمان 6 شرحات دقهم ملعهم ببهيرهم حطوا لهم نتفة زيت وزبدة مع بعض ومع بينهم سوتيه وخلص ما بدهم شيء استووا دائما اللوز برجع بقول على بده وقت أكثر من الكاجو نرجع بدنا فلافلة خضرة حبة فلافلة حمرة حبة بدي هليون علبة خضرة صلصة البندورة لك الدجاج كيف استوى صار هالت وبجنن صلصة البندورة بدي ملعقة ونص كبار بصل بدي بصلة كبيرة وثوم كمان 4-5 حصوص بلش اللوز ياخد لون منضيف عليه الكاجو بلا ضيفيهم كلهم سوا بدنا ناكل اليوم كبسة منيحة أنا وياك على الإفطار يلا والمشاهدين كمان رز الكبسة ما بيكون ناشف بده يكون مسخسخ هاي الشغلة بدنا ننتبه لها نوصي النار خلص ما عادش بدي هلا بعدين بنحط في اسكوبها وانا وركز اصبح رز الكبسة بيكون مسخسخ ما بيكون ناشف هيك مثل ما نحن عاملينه ولا حبي منا برا كله جوا هز هيك شوي جات وبياخد محله نرجع بنحط عليهم قطع دجاج بحيي بدوري انا سيد جولييت بهولندا يلي اساسا هي من الطائفه او من العراق علي شوي واخينا كمان ميشيل كرم بابو ظبي هلا بنحط بصل للبيلا رجعنا السمك بنجرم سمكه لقوز بنجرمها ملاحه ببهرها وبعملها سوتيه مع زبده وزيت بس لا بدها فرن ولا بدها شيء القرايدس كمان بقشره بشيل منه بيت الرمل كمان ملح بهار ابيض كمان نتفة زيت وزبدة وبعمله صوتي صبيدج اذا كان عندي كمان بعملها بقطعه كمان بعمله بنفس الطريقة الكراكان بدي اسلقه مع مواد عطرية ومن بعد ما ينسلق مع مواد عطرية اول النار شوي بده 8 دقايق غالي بغلي المواد العطرية قبل 10 دقايق برجع بحطه لإله بس يبلش يغلي 8 دقايق بشيله بقصه بالنص بشيل منه اللحمه تبعيته بغسل
الباقي له برجع بحطهم بزينة عجات مع السكب، واللحم بقطعه شرحات وبحطه، بسكب الرز اللي بنسويه مع البسطة وشوية الفلايفلي، مش اللي عملهم مثل الطويل مثل عود الكبريت اللي بيكونوا ناعمين، بحط معهم رب البندورة، زعفران إذا عندي أصلي بيكون أحسن شوي صغيرة حوالي نص ملعقة صغيرة أو نص جرام، بنضيف عليهم مي مغلية وبنحط عليهم السمك الريديس الكاستريتا المول، المول بسلقه مع المي 8 دقايق كمان على النار وبشيله بشكشكه كمان داير، بالهليون بعمل كمان اشياء بال على الرز، وكمان بعمل يلا قدمي شوي بعمل كمان هيك بنزلهم مع السمنه، ما كتلنا كتير سمنه مشان هيك انا بحب هيك، وهيك بدها تكون معنا الكبسه الخليجيه ولا حبه بقى فيها. هلا بدي اعمل صوص للبيلا، اوقات كثير بيلا بكل المحلات ما بيسوي صوص، يعلمكم على الصوص لها من مية الكركند، بحط شقفة زبدة شوية طحين فوق منه، بحركهم بحركهم ليصيروا لونهم اشقر اشقر، ضيف عليهم فلايفلي او بودرة الفلايفلي الحمراء الحلوة شوي حار، رب البندورة وبضيف مية الكركند شوي شوي وبحركها شوي شوي وبحركها. إذا ما عندنا ميت كركند وما جبتوا كركند، فينا عظام السمكة من بعد ما نجرمها ونسويهم سوتيه، العظام نغليهم مع مواد عطرية وتستعملون لإلهم. حلقتنا اليوم انتهت مع سولا تلميذي بئر حسن، بنحيي كمان مدير المدرسة وزميلنا الأستاذ عساف بهالبنات الحلوين اللي على طول عم يجوا يطلعوا معنا ونشجعهم، لنادر صبري هو المدير بنحييه. حلقتنا اليوم انتهت، انا وسولا يلي هي كبسه خليجيه بتتقدم بهالطريقه، على امل ان تمر هذه الايام بسلام. انا وسولا بنقول لكم باي باي، اعملي باي باي، ومنشوفكم ومنقول لكم افطار شهي.